طيب سؤالي اللي جاي ليك ايضا يخص الاتحاد السكندري. اثناء توليك للاتحاد، هل انت راضي عن هذه التجربه؟ شفت انك حققت نتائج فيها جيده، ولا كان هناك افضل كان ممكن يقدمه الاتحاد؟ الحقيقة أنا عملت موسم عالمي اكسلنت، حاجة ممتازة، وأنا حققت نتائج أنا وبره اسكندرية كتير، وطبعا ده كان متشاف من كل الناس، مش بس من أهل اسكندرية يعني، ويمكن ممكن جمهور البلاد كلها يعرف ده. المباراة اللي ما تنسى المباراة اللي ما تنساهاش مع الاتحاد اسكندري، مباراة تذكرها ان الاتحاد قدم فيها مباراة قوية معاك. المباراة اللي هي كانت مع البنك الأهلي، وإحنا كنا خسرانين 2-0، وبعد كده غلبنا 3-2، وكنا مع الأهلي، وبعد كده كنا خسرانين من الأهلي 3-0، وعملنا ريمونتادا كويسة يعني.